فضيلة الشيخ، هل يقال لمن يرى تكفير عباد القبور قبل قيام الحجة عليهم أنه تكفيري؟ يا أخي، الحجة قائمة عليهم، قائمة عليهم، لكن هم يعاندون، وإلا هم يسمعون القرآن أو يحفظونه ويرتلونه بأصوات جيدة وفيه النهي عن الشرك ولا يعبؤون بذلك، فهم قامت عليهم الحجة. من بلغه القرآن وهو عربي فقد قامت عليه الحجة،